أدخل بيك إلى ثورة يناير، لأنه هو في نهاية المطاف ما يقال ويتردد أنه الإخوان، وده كان لسه حتى ياسر رزق لسه ميت النهاردة، كان دايما بيركزوا على هذه الفكرة، أنه الثورة دي ثورة يناير دي ثورة شعبية اختطفها الإخوان وركبوا عليها علشان يحصلوا على مكاسب، وأنه لولا وجود الإخوان كانت هذه الثورة ستحقق أهدافها. ما زال هذا الكلام بيتردد رغم مرور 11 سنة على ثورة يناير. طيب هو الانقلاب العسكري اللي حصل في 2013 مارس أشد أنواع القمع بحق الإخوان المسلمين وبحق كل صاحب رأي في مصر، هو بس جعل عباءة الإخوان المسلمين هو اللي يعني بيلبسها لأي حد في البلد، لكن هو من 2013 واستقر ليه الأمر في مصر، والثورة هي كانت من 2011 لهذه الفترة اللي هي 2013، الفترة الضيقة قوي دي يعني، هو حكم سنة منها. إيه اللي يمنعه الآن اللي بيتكلم الكلام ده؟ إيه اللي منعه طوال الفترة الطويلة دي قوي إن هو يحقق الأهداف اللي نادت بها ثورة يناير اللي هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟ هو يعني عاوز أقول إن احنا أخدنا فاصل قصير من الدكتاتورية اللي حصل قبل الثورة، ده كان حكم عسكري مستمر من 52 مستمر قصير من الديمقراطية أصدق. يعني نعم احنا أخدنا فاصل من الدكتاتورية ثم عودنا تاني إلى الدكتاتورية يعني. الفترة دي القصيرة دي احنا مسينا حلم الحرية، مسينا حلم الكرامة، بقينا نحس إن مصر دي بلدنا، ان احنا من حقنا كمواطنين مصريين، ان انا كمواطن مصري ليا زي اي حد في البلد، انا كصهيب شاب موجود في مصر بادرس في جامعه، اتخرجت من الجامعه، عندي حلم ان اتجوز، عندي ان انا ابني اسره، عاوز اشارك في بناء بلدي، اشارك في مؤسسات البلد، حاسس ان ده من حقي، محدش يمنعني. مين في مصر بيحس الحلم ده دلوقتي؟ وبالتالي الفتره اللي كان فيها المجلس العسكري السنه ده، او الفتره اللي الرئيس الشهيد رحمه الله الرئيس موسى الرجل العظيم ده اللي ان شاء الله التاريخ هيفضل مسطر اسمه في التاريخ وهيبقى من افضل الشخصيات او من اكثر الشخصيات في تاريخ مصر المعاصر اللي لا يمكن حد ينكر الدور اللي قام بيه، الفتره السنه القصيره دي كان من كل حد في مصر بيحلم انه ممكن يكون رئيس جمهوريه، بيحلم انه ممكن يكون رئيس وزراء، بيحلم انه ممكن يكون وزير زي باسم عوده يحقق احلام الغلابه ويعالج المشاكل الاجتماعيه للمصريين الان بيضحوا بيها. مين اللي اوصلنا للحاله دي والاخوان مش موجودين في المشهد؟ هو بيعترف ان هو اقصى الاخوان المسلمين وان هم مش موجودين في المشهد. مين اللي عطل النهضه دي ان هي تقوم؟ احنا بنتكلم دلوقتي هم الاخوان غير مسؤولين في رايك عن اي اخطاء وقعت فيها ثوره يناير وتسببت في وقوع الانقلاب؟ بص هقول لحضرتك حاجه يا استاذ سعيد، في فرق بين الممارسات السياسيه اللي حصلت من اول قيام ثوره 25 يناير وكل القوى السياسية بما فيها أو على رأسها لو حضرتك حابب تقول لإخوان المسلمين أخطأنا في تقديرات سياسية ربما كانت تساهم في أن الوضع يكون مختلف، كلنا أخطأنا، كل القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين أخطأنا في تقديرات الموقف اللي حصلت في ثورة يناير، وكان الممكن أن احنا نمارس تحركات بس ما حدش يجزم لأن احنا شايفين تجربة تونس أخذت مسار مغير تماما وآلت النتيجة للأسف إلى وضع برضو ما كنا نتمنى. في ناس بتخطئ برضو الإخوان في تونس وتحملهم وزر ما وصلوا إليه. صحيح، لكن السياق اللي اتخذوا الإخوان في مصر كان سياق المشاركة والتصدر لتولي مسؤولية البلاد، لما كان تقديرهم السياسي إن دي مسؤولية آلت إليهم وهم في النهاية الإخوان قدموا نفسهم للشعب والشعب قرر إنه نديهم فرصة في الوقت ده إن هم يشاركوا، ده كان تقدير موقف، نقول صح نقول غلط هيحكم عليه التاريخ ويحكم عليه التجربة ووارد جدا يكون صح ووارد جدا غلط. انتوا هنا في كجماعة دلوقتي بعد 11 سنة بتنظروا إلى هذه الأخطاء، بتعملوا مراجعات، شايفين إن في فعلا أخطاء أودت إلى هذا المشهد، ولا إنه خلاص هو كان هذا المشهد سيودي في النهاية زي ما بتقول كده إلى إنه كان فاصل من الدكتاتورية وستعود الأمور مهما حصل، هو كان مرحلة انتقالية وهنرجع برضو للحكم العسكري؟ لا إحنا شايفين إن اللي حصل في 25 يناير، وأنا معلش يا أستاذ سيد أنا هحكي لحضرتك تجربة شخصية أنا عايشتها، أنا بالنسبة لي كشاب مصري أو كصهيب شاركت في ال 18 يوم بتوع ثورة يناير، كنت في الميدان، ما كانش بالنسبة لي 25 يناير هي 18 يوم اللي عدناهم في الميدان، دي كانت الكاشفة لحجم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي كانت موجودة في مصر أدت لمشهد الانفجار ده اللي بروزه ميدان التحرير.
لكن أنا كنت موجود في الشارع. أنا فاكر شهر كامل قبل 25 يناير كنا عند دار القضاء العالي، كنا عند المحكمة الدستورية العليا، وكنا شاركنا في أنشطة كتير. وفاكر إن في مشهد أنا متذكره، يمكن يوم 20 يمكن يوم 19 مش متذكر، كنا عند دار القضاء العالي وكان مجموع المتظاهرين يمكن ما يجوش 25-30 واحد، ونزلت عربيتين أمن مركزي حوط المتظاهرين كده وزقونا لحد بوابة المترو وفتحوا بس كده عشان ننزل نركب المترو ونروح. ده كان المشهد اللي كان لا يمكن حد يتخيل انه يقول لما حدث في 25 يناير، ثم المشهد بتاع 11 فبراير اللي هو مشهد التنحي. المشهد ده بيقول لي وبيقول لكل الناس ان الثورة بتيجي فجأة، محدش بيخطط ليها. والإخوان، يعني هرجع للجزء اللي حضرتك قلته في الأول اللي هي المشاركة، احنا كنا مشاركين، وأنا المشاركات اللي كنت بشاركها دي كان بتكليف من الإخوان المسلمين، ما كنتش بشارك كجهد فردي، وكان إلى دايما في قناعة شخصية يعني؟ لا، كان بتكليف من الإخوان، قناعة شخصية ملتزما بتكليف الإخوان المسلمين. وكان الدكتور محمد البلتاجي وهو رمز من رموز الجماعة كان موجود في التظاهرات دي من أولها، من أول برلمان الموازي والأحداث اللي حصلت ضمن دار القضاء العالي إلى يوم 25 يناير وما ترتب عليه. وما كانتش قناعة شخصية، أنا يوم 24 يناير كنت مسؤول من أحد الطلاب المسؤولين على الطلاب في جامعة الأزهر، ولما تعالت الدعوات سألت مسؤول جامعتي، اتصلت بيه وقلت له الطلاب احنا كنا موجودين يعني. والاصل ان احنا في اي عمل ايجابي الاخوان، استاذ عمر التلمساني رحمه الله كان في قاعده بيربي عليها الاخوان، اعمل حتى يقال لك توقف. يعني الاصل ان اي عمل نافع احنا شايفين انه هيفيد بلدنا بنشارك فيه، ثم لما بياتي تقدير مخالف لذلك بنتناقش فيه وبنشوفه وبنلتزم به كعمل جماعي شبيه بأي التزام حزبي أو أي عمل مشكلة جماعي. السمع والطاعة دي اللي بعض الناس شايف إنها أحد السلبيات في عملية الجماعة. هكمل بس القصة. لما حصلت الجزئية ديت وتواصلت المسؤول كليتي فقلت له، فقال لي الأصل إن احنا بنشارك، فقلت له إن شباب بيسألوا عن الرأي الرسمي للجماعة، هنشارك ولا لا نشارك؟ فبلغني إن القرار الرسمي اللي صادر من مكتب الإرشاد وصادر من الإخوان إن احنا هنشارك في هذه الفعاليات دون أن نرفع شعار جماعة الإخوان المسلمين. احنا كجزء من الشعب المصري كان ساعتها، ويعني كان ده تقدير أحسابه صحيح، كان ساعتها كان في خشية من إنه يقال إن المشهد الكبير الشعبي اللي موجود في مصر ده فصيل سياسي له مطالب سياسية خاصة بالفصيل بتاعه، ما هوش مشهد انفجار شعبي بيحتج على الأوضاع، شبيه بالمشهد اللي احنا فيه ده إن لم يكن الأوضاع الحالية أسوأ. هو النظام بيستميت في تصدير المشهد على إنه فصيل سياسي، على إن جماعة الإخوان المسلمين، على إن مجموعة من الشباب المعارضين اللي بتحصل في مصر، وإن الشعب وهكذا وهكذا، في حين إن احنا بعد 11 سنة لسه ميدان التحرير بيتقفل. في كل ذكرى من ذكرى أو في كل يعني مناسبة ل 25 يناير. فخلاص طالما انت بتقول ان الثوره انتهت وان المشهد انتهى، خلاص سيب افتح الميدان وشوف الناس رايها ايه، شوف الناس محتاجه تشارك ولا لا. انت دخلتني تاني، رجعتني على ال 18 يوم. نعم. انا سؤالي ما اعقب تنحي مبارك؟ نعم. فتره من 11 فبراير لحد 2013، هذه الفتره، وسالتك عن المراجعات عن الاخطاء، انت قلت انه لا احنا ما فيش حاجه وان ده كان امر حتمي. هل انت شايف كده؟ انا ما قلتش كده. لم يخطئوا؟ انا ما قلتش كده طبعا. انا قلت ان ما حدث حتى في 25 يناير وما بعدها كان اجتهاد اخطا فيه كل الجماعه. خلينا ناخد النقاط محدده. يعني انا هي الامور اللي هقولها لحضرتك كلها هي قيد الاجتهاد. يعني انا فاكر برضو في 11 فبراير، انا خرجت من الميدان في 12 فبراير وخرجت، وكان جالي تكليف من الاخوان كذلك بان احنا نفضل بيتين في الميدان، وبيتنا في الميدان يوم 11 فبراير وما مشيناش، وكان مجموعه من الشباب الاخوان موجودين في الميدان. بعد ما تنحى مبارك جالكوا تكليفات ان انتوا كان جالي من بعض اخوان، انا بقول لحضرتك انا بشكل شخصي تم التواصل بيا كمسؤول عن مجموعه من الشباب اللي كانوا موجودين في الميدان. ايه الهدف؟ البقاء. كان لسه التقدير ما طلعش ان احنا هنخرج من الميدان بعد تنحي مبارك. انا بقول لحضرتك ده مشهد من المشاهد اللي انا ربما يكون من الاخطاء ان احنا سيبنا الميدان قبل ما نحقق اهداف الثوره. ده ممكن يكون جزء من الاخطاء كلنا وقعنا فيه. الخطا الاكبر ان احنا استجبنا للي كان عنده خطه استراتيجيه ان هو يفتت المشهد الجميل اللي حقق 25 يناير
وكلنا أخطأنا فيه، إحنا كأخوان مسلمين أخطأنا في أن إحنا وقعنا في هذا الفخ، وكذلك شركاء الثورة أخطأوا، وكلنا يعني تم يعني دفعنا إلى هذا المشهد اللي هو لا يصب إلا في مصلحة الانقلاب اللي حصل في 2013 بعدها. جميل. وده اللي هو في النهاية القناعة اللي وصلنا ليها الآن وفي كل وقت، إنه لا يمكن أن تقوم لمصر قائمة بفصيل سياسي وحده، ولا يمكن أن تقوم لمصر قائمة بإقصاء فصيل سياسي أو بإقصاء مجموعة من المواطنين.